المتحدث الخامس السيد النائب المحترم محمد أبركان حول معاناة المهاجرين جراء قلة البواخر عن الفريق الاشتراكي، فليتفضل مشكورا. السيد الرئيس، السيدة والسادة النواب المحترمين، السادة الوزراء. السيد الرئيس، أنا تعجبت دابا سمعت سريغاس الوازي عن جالية إن غانغ 32 غروبة، قلبي اللي عندنا 32 باخيرة. حنا ما عندنا حتى شي واحد. ها؟ ما عندنا والو ديالنا. كلشي ديال أوروبا. وكلشي ديال أوروبا كيخدموا الساعة اللي بغاو ديال ماتريمونيو ولا. عندنا الجالية قريب 7 مليون. ديال الجالية. 4 في أوروبا 4 مليون. نعم سيدي، أكثرية ديال الجالية كدوز على كوستا ميديتيرانيو باش تطلع منها الميريا بلينسان ناضوا. ولكن من نهار اللي مشات كوماناف للراواس ثوح غراواس كوماناف الشركات ديالنا روحت غراواس من كيني رومي ناش داروا النصارى داروا السياسه ديالهم كتمشي لاجانس في الميريا كيقول كلمه لان ترانس ميديتيرانيو كتجي لينسا وكتمشي للمليا كتقولك باللي الباركو ديال الناظور بالانصار معمر باش يقطعوا لك المليليه باش يديروا الجاليه في السجن واحد الباركي في الحدود ما فيه لا مرحاضات لا هاديه وكيموتوا تما الاولاد واللي كيرعاو بحال كيرعاو الغنم تما وزيد منين يوصلوا الحدود مزيره تما الطريق كانوا هما توالفوا في البواخر ديال كوماناف وديال الشركات ديال ماسترال اللي كان كيجيو لبلينسا البوليس كيمشيو معهم كيتبعوا وكيخرج من الباطو ديريكت يشد الطريق ديالو دابا كيجيو المليليه في شهر ديال 7 ولا 8 كيموتوا تما شكون اللي غادي يدافع عليهم دابا باقيه الحكومه شهرين راه شهرين اخرى ديال الكونجيه ما غادي نحسبوهاش اش داروا في هاد 4 سنين منين هادو انتهى الوقت سيد النائب انتهى الوقت سيد نايف انتهى الوقت كلمة للحكومة طرام وتحسيد مزيان ما ينير ما قلتش 32 قلت 23 راه هضرت انت جبت الهضرة على الميناء ديال بني نصر بناء بنصر من النواني الكبيرة سيد نائب النوبة ديالي باش نهضر جي السي ولا غاز السيد أبركان تفضلوا سيد الوزير هذا المشكل اللي طرح السيد النائب المحترم تناقشنا في غير هذا الأسبوع والسؤال اللي مطروح جبد لكوماناف يعني شركة وطنية هذا مشكل مطروح وراء وزارة النقد تشتغل عليه والمغرب كله تشتغل عليه لأن محتاجين أنه تكون عندنا شركة وطنية هذه ما تنختلفوش فيها كانت ظروف معينة السابق كانت ظروف معينة والآن اشتغال باش إن شاء الله أنه نتجاوزوا هذا المشكل ولكن في انتظار ذلك ما غاديش نبقاو مكتفون يدينا السابركان خصنا نجيبوا الاجوبه البارح والبارح كان اجتماع في اسبانيا من النقاط اللي تحطات مع اللجنه ديال اسبانيا هذه القضيه ديال الباخره هذه القضيه ديال الميناء ديال الناظور راه طرحات وفي هذا المجال هذا طبيعه الحال كي تقول كاين 23 باخره وكاين 11 باخره بالنسبه للميناء ديال طنجره المتوسط وكاين باخره اضافيه اللي يمكن لها تدخل في الناظور وتدخل في طنجره وتدخل في كذا هادشي كله مجهول اضافه كذلك الى انه غادي تكون واحد الشراكه اللي غيتعبئ جوج الباخرات ما بين شركه وطنيه والبنك المغربي واحد بنك مغربي وشركه يونانيه اللي غادي يتم بموجبها فتح 7 ديال الخطوط بمختلف الموانئ اللي غادي يربط ما بين ميناء الناظور والميريا هالشي تيدخل في الاجتهاد في المجهودات اللي تيداروا ربما مازال ما وصلناش داك الشيء اللي تنتظروه اللي بغيناه حنا قبل ما تبغيه انت السابق كان ولكن اعتقد ان الحل اللي تنشتغلوا عليه وزاره النقل خاصه وكل القطاعات المعنيه غادي يمكننا ان شاء الله اننا نتجاوزوا هذا المشكل شكرا سيد الوزير الكلمة